تعالوا نشوف ياسمين عبد العزيز بتعمل ايه على السوشيال ميديا وايه اكتر الابلكيشنز المتفاعله عليها. نبدا من الانستغرام لانها نشيطه جدا عليه. بيتابع ياسمين عبد العزيز 19,300,000 متابع، اما هي فبتتابع حوالي 45 اكونت منهم نجوم من الوسط الفني زي الفنانه هند صبري، سوسن بدر، ايمان السيد وغيرهم من النجوم. طبعا احنا ملاحظين واكيد انتوا كمان ان ياسمين عبد العزيز الفتره دي نشيطه جدا على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف تفاصيل صور الانستغرام عند ياسمين عبد العزيز. لحد دلوقتي نشرت حوالي 1005 صورة وفيديو. الصور كلها عبارة عن بوسترز لعملها ومشاهد مسلسلاتها وأفلامها، وكمان فوتو ساشنز ليها. نشرت أكتر من 50 صورة لفوتو ساشنز كلها بلوكس متنوعة ومتميزة، ولكن إحنا لاحظنا إنها بتحب جدا تصوير السيلفي سواء صورة أو فيديو، فلقينا إنها نشرت أكتر من 20 سيلفي ليها على الأكاونت. ياسمين عبد العزيز بتحب جدا تشارك جمهورها بكواليس أعمالها زي آخر إعلان صورته لواحدة من شركات الاتصالات. من المعروف عن ياسمين عبد العزيز بعلاقتها طيبة بنجوم الوسط الفني، خصوصا أصدقائها القريبين زي أحمد السقا، منى زكي وأحمد حلمي، فهي نشرت حوالي 20 صورة تجمعها بيهم. الرياضة كمان بقى ليها نصيب كبير جدا من الصور على أكاونت ياسمين عبد العزيز، والفيديو ده حقق أكتر من 23 مليون فيو. من الإنستجرام نروح للفيسبوك، وبيتابع ياسمين عبد العزيز 19 مليون متابع. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب.